استمرار جولة الدكتورة اكتفاء الحسناوي الوكيل الإداري لوزارة البيئة في منطقة النهروان والأحياء المحيطة بها لوضع خطة عاجلة لحل مشكلة تلوث الهواء التي تسببها معامل الطابوق والإسفلت، حيث كثفت وزارة البيئة الحملات الرقابية على معامل طابوق النهروان لغرض متابعة مدى التزامها بالمحددات البيئية وفرض العقوبات بحق المخالفة ورفع مستوى الواقع البيئي في المنطقة وكذلك التخلص من التلوث. ووجهت وزارة البيئة أيضا أصحاب معامل منطقة النهروان بضرورة التزامهم باستخدام منظومات الحرق الآلية الحديثة في العملية الإنتاجية وكذلك استخدام مرشحات الهواء لتقليل نسبة التلوث البيئي الذي بدأ ينتشر بشكل واسع في سماء العاصمة بغداد في الأيام القليلة الماضية. طبعا الآن احنا في منطقة النهروان قريب على معمل طابوق النهروان، وهاي الريحة اللي قاعد تطلع هي اساسا مبينة واضحة غاز ثاني اكسيد الكبريت. هذا الغاز اللي الآن الكل يتحدث عنه، هذا المعمل الغاز اللي يطلع من عنده جدا قوي، رائحته تشبه البيض الفاسد، هذا اللي يخدش البلعوم. وهاي الدخانة هسه اللي كنا بيها موجودين هي ناتجة من هذا المعمل المتجاوز على حدود البلدية وعلى القوانين كلها. فحتى العوائل اللي موجودة هنا اللي قاعد تشتغل بالمعمل هذه تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجميع، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن قبل وزارة الصحة، ومن قبل الحكومة بشكل عام. اللي قاعد أشوفه في هذه المنطقة والله العظيم يندى له الجبين، يدرون لو ما يدرون.